أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل الرحمن سيد رب الخالق سبحانه وتعالى في العباد نس ينزل ديوك الصورة كل شيء ستوكس الخيق، كل شيء ستدسيم، كل شيء ستفرج غير خير، كل شيء ذا تفغى ذي الطيام غثفاث. تجين الصورة من الشرح من صورة الانشراح تكيف هذا الهدر بفضل الله وبرحمته قوي إيه يعرف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي تفسير الناس. أيها مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخيار قولي دي خلق سيد ربي غلق عام إيتم دي حيثيد شويني شدو سيد مدحال الغير الناس إيقرس وإنك لعلى خلق عظيم إنس تسعيد الصفات لإلهان ويسعر الغير إليه ماز دي السيول وش دي السيول لما كان دي السيول الأنبياء الرسل إلى الأقضي ما كان دينين يا نوح يا عيسى يا موسى يا داود يا زكريا يا يحيى ولكن عليهم الصلاة والسلام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم السيول ليست المهمة إنس يا أيها الرسول يا أيها النبي سيد رب الخلق سبحانه وتعالى يبتدل من رأس المخلوقات نس ذي الحيوان ذي النبات ذي الجماد ولكن سي العبد ويقول لنا سي الإنسان ويقول لنا غير مثلا حاجة سيدي محمد صلى الله عليه وسلم يقرب لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون يقرب حق العمر يا رسول الله. إذن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي مثلا أقبل البعثة نس أقبل الإسلام لعمرك سجد الأصنام وين كنا ذلك قزران لا عمر يحذر المغربين من المشركين لا عمر يشوى الخمر أي مثل إن في محمد صلى الله عليه وسلم خسك الصفات الهان أقبل البعثين أقبل الإسلام أقبل الإسلام أقبل أزدي فكسر ربي سبحانه وتعالى الرسالة للإسلام أتدي يوم العباد الصفة العايم مران إكسام الخطر إهدافي تسيد ربي بشري لهم ذن فين آخر زمان يدر ذي تسيد ربي ذي التوراة يدر ذي الإنجيل يدر ذي الزابور يدر ذي الكتب قاعدة مران. إذن نبي محمد صلى الله عليه وسلم غسكيس على الصفة لها ولكن إتحيار ذي منيس أميك أري يعفد سيد ربي يزرب اللي الأصنام من يعفد لكن المشركين القرش ذي الفاطل وذ جزال العبادة فينا أذن جرى زرنا لما فكنت بعد سجدا بعد ثعفذن دشوس العبادة إيش بنتقيم إزرام الرسول صلى الله عليه وسلم ويتسوى عبادة للمخلوق ولكن يكسوى عبادة للخالق ذلك اللي دخل كل مرة المخلوقات من الدنيا ولكن أمكرة في عبادة ويزرران كما يتمثل. إذن ذاكين في التحيّر في محمد صلى الله عليه وسلم بشد يفثب ورثم كاري عفد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى حق العبادة ذاك في الدقار ذي سورة الضحى إنه هو وجدك ضالا فهدى رسول صلى الله عليه وسلم يتحيّر ذي الأمر نسم كاري عفد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى غسك أنه يستنكر العبادة أنه يعفد لكم المشركين إزرس ذي الفطر إذنه ولكن إنسان قد يفرن أفريد أم كان يعبد سيد ربي الخالق لا إله إلا الله مكان يعبد حق العبادة ذيك يفهم سيد ربي سبحانه وتعالى سيقال ما كنت تدري بالكتاب ولا الإيمان ويزرر أم كان يعبد سيد ربي سبحانه وتعالى حق العبادة رميد اسمين يدقوا البعثة يشجع سيد ربي سبحانه وتعالى الرسالة للإسلام يقول ضد الحق ذي الهدى يفكسر بالإيمان غير وليس ذي العقيدة الصحيحة غير وليس يتزلد في اللس الوحي من بعد يتهنى من الخطر من نبي محمد صلى الله عليه وسلم سن إيمان القوي العقيدة الصحيحة ينزيد في اللس سيد ربي أعظم رسالة
يقويسي بأعظم ملك من الأعظم رسول، يقوي أعظم رسالة وهي أعظم رسول جبريل عليه السلام، أعظم رسالة أعظم كتاب ذا القرآن الكريم، ويفكثي على أعظم نبي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يتمثل إذن أسميه دنزل الوحي، دنزل رسالة الإسلام في نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخطر يسي مشرح يتهمى الخطر يسي إزرا سيدار بيزارة سويس ديكي من بعد يقرأ السيدار ربي سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك كان يعني وقيمة استفهام تقليل، ألم نشرح لك صدرك معناه الرغو لك نشرح كسرك الهم ذي الغم ذي قويك الرغو لك يتهنى. كيف مثل مثلا ألم نشرح معناه ذي استفهام تقليل سقرن يويقيم أما كان السنة ذي العبد أهد في غالغية المعنيس باش أدي استعرف كيف الصح في كبير على خطر في شنية تعدام وثلاث الصح إذن فقررت سويك باش أدي الصح ديكي في زدنا ألم نشرح لك صدرك. سبحان الله سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرأك صدرت الشرح من صدرك يقرأ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه يتوي سيد ربي شبول سلبصيرة يتوي أكني تقي حي شويس غص أذ من سيد ربي ولا شو زمان هذا في زار الدنيا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قميز دي فكر رسالة للإسلام يتوالي سيد ربي شوليس على يا أكني أكني تقي حي تشوالي الدين يا عبد سيد ربي سلحق سنور سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذا لسي قال ألم نشرح لك صدرك يفوك الشك يفوك الظلام ذبريد من الحق يفوك خرق وين إجزمان أدي السفغ العبد يبريد من الصواب شوك شمين خشم الإيمان غذق يقول ذي العلم ذي الهدى إنه واسي ربي قوين في محمد صلى الله عليه وسلم إيش خشمس الإنشراح إيش سلعلم ذي الإيمان ذي الهدى. كيف مثل خلاص ألم نشرح لك ألم نشرح لك أنا نوره ويه نوره الخطري سل إيمان ذي العلم ذي الهدى أسي خلاص ألم نشرح لك معناه إكتشينيم ذاكين أنظر بلي مدي السدة لك للتعليم معناه إن محمد صلى الله عليه وسلم هذا خطر الشرفيه ويهجفيه باش يرفض الرسالة للإسلام وذي الرسالة العظيمة وتسيّم الرسالة الخاتم آدي السور الخلق سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان يتمثل ويذكرت سيد ربي سبحانه وتعالى الصدر ألم نشرح لك صدرك الصدر ماشي ذي القلب إديودا ذاكنا باش أنظر بلي القلب ازدخل الصدر إلا القلب دخل الصدر شمين دي قلبه وليس فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أنا القلب دخل الصدر دخل الصدر المحلنس دخل الصدر والوسوس على الشيطان أروني ذلك غير الصدر من بعد ما يكشم على دخل الصدر أدي وليم بين كلام من المنفذ ما يكشم على دخل يقول فيجي في دقائق الذي يوسوس في صدور الناس إذن ذي كمان في ديو درس رب الخالق سبحانه وتعالى صدرك يكون كان من القلب أي مثلا إذن أنا ما نشرح لك صدرك. سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم إكساس طيق إكساس الخيط يتهنى ولما رسالة للإسلام يتهنى يعفل سيد ربي على بصيرة إزرى نور من الدين إهنيس الخطريس إهنيس وليس وإزرى المهمين السيدوني يصوض الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مدي روح عميس أبو طالب من الناس المشركين أدي وخاف فريدين أسن فكين سيعجبن ماذا الذي ذري منه أثناء شرق الشيء مثلا يبغى أثناء ذري ملك أثناء خدم تاج الملك أثناء ذري سرق أري ري فلالة أين الدير يفذ السنفك ولكن في مشريع صلى الله عليه وسلم إن شرح الصدر إتهنى الخطر السيد ربي إليس والله يا عمو لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله
أو أهلك دونه إنيش والله ما عمين أقول أنسى شنيطان أقول قطنج لكفوس يفوس أقول زيري لكفوس زيما لكن هذا الجرم أمراكي وتتجه غلام إما حشمة استغارة في سيد ربي وإما هذا مثوق فيس الله أكبر أكان عيد مثل خزار الانشراح للصدر لكن إيه؟ يخدم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد موسى عليه السلام سيد ضيفا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الناس قال ربي شرح لي صدري ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرص ألم نشرح لك صدرك ويريش ولي الصدر ينس منشرح يتهنى الخطر يتهنى ويس يتهنى هذه قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك يبينزد النعمة النظم ذي النعم إزد نعم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدن الوزر ووضعنا عنك وزر وزر ساعة كنت ذي الثقل كيف ماذا؟ إنكس سرس ثاكم تنيك صعب ثاكم تنيم إكي السعيان كيف ماذا؟ ثاكم تفش بيت يتساوي يول أفعلوا ليس إفي يتساوي لهم ولكن بس كس ثاكم تنيم أفعلوا ليس ذينا أثن ثهنات إستعفام لكي في سقال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان الله كان كيف ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما نزل الوحي فلس نزل القرآن الكريم فلس مريني إلى أفدابا إقلكم ذا الغوم نعضعو ذي ونغي نبغون إلي غون الكبير ما نزل الوحي أتسفرك الدابة نغرق عام ذي الثقة سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم أذي ذو أذي تفلثي ذينا ذوك السميم الميم أم قرحا ولكن أكيد سفادة الشرشور ذي الستيديم ذي الوحي اللي دي نزيل في الناس ما دي نزيل جيب الناس دي السيوة ذي الربحن القرآن الكريم دي نزيل في الناس يتصفد عرقا كيف ماذا؟ زادي أنا أم كان إذا سفان الزايد في مسالة من الوحي ما دي نزيل غفر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخف سيد ربي سبحانه وتعالى يتخففي يتخففي في الناس أرمي يتحير من مغارة ديو جبريل باش يزديو الوحي يزديو الجديد ذي القرآن الكريم مثلا إذن أسي خفف سيد ربي سبحانه وتعالى الثقل ثاعكم من أعباء الرسالة أسي خفف المهمة أن تبلغ من الرسالة أذي غالة أذي تشوق من مدى ينزل جبريل في الناس من باس ديو القرآن الكريم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى اعصمي في الذنوب ذي المعاصي اعصمي في القوينك ومرانك وذي سنديريث سيد ربي سبحانه وتعالى أسقى عافغاك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إذن سيد ربي سبحانه وتعالى ما بيخفف في اللس أينك من إلسعاني من ذي التقنية مسخ من المشركين من قريش أي مثل نقم الصحابين الزفس تعطي من تنزفس ونسوي نجد شو مسخدي من أرام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر الصبر القرحان وقزم هذا يصبرين يصبر من في محمد صلى الله عليه وسلم كيف مثل؟ إذن قرص ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك إتهني خطري كساف تقضي خيق إن شرح صدرك إن شرح ويه يكفى الهم ذي الغم في الله وتسخ من ضرام وتقلق ضرام وكساك تاع كنت إذا يزقان تسعيك يوزد كل شخفيف في الله يقرأ ورفعنا لك ذكرك وسيد ربي سبحانه وتعالى يرفض الذكر للرسول صلى الله عليه وسلم شان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفض سيد ربي سيد ربي ما يرفض الشان جيول ويكزمال ماذا في غضين ما يلاقي ذك سيد ربي ويكسي زمن ما يعاونك سيد ربي ويكسي زمن ذك ياضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشريس سيد ربي سبحانه وتعالى ما يترفض كيف ماذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوصف يديد الخلق العظيم الصفة الهام للنبي وذي أزدي السولة لسي يسميس يا محمد ولكن السولة يا أيها الرسول يا أيها النبي سرسة لينس المهمة لسيزدي السولة إذ قدرت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى
كيف مثلا يقول لك العباد انت يقول يس يقول سلا عمري سلا عمرو كانهم لفي سكرتهم يعمهون. كما مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا صديقا في الاستمسال بمكه المكرمه يهجر غير الطائف يروح لأهل الطائف باش أسف سفلس أث جنبي باللغة الرسالة سيدة ربي المهمين ستخدم. ولكن الرديد باش يصير لي في العين الناس ولا شوية دي شجاع سيدة ربي ما كده شجاع كشين ودع الناس دي ورد النسن كثن وثنتت سيزارا جرحنت جرحنو شبيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرمين ينجيني دار ميسي دامن الرديد باش يصير لي في العين. ولكن اسمعني دي كوض القرن الثعالي بأي مثل الناس أخلق سبحانه وتعالى من شجاع ملك الجبال الناس ما يعجبك السلير في لسن إذولا لكن ولكن لو شبيه حنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة دشي سينا خاصة كان خدمنا زدنشتن الناس اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون عسى الله أن يبعث من أصلابهم من يوحدك الناس شرائح تفقد قدام السنة كذلك وحده لا يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله الناس ناس ربي وجد القومينو وثنها اللي شغالة ربي هذو اثنين للجهلس نخدم لكي فتزرفية مثل باش أسن نخدم يون استردك أدقاء إزمي سينا لهم هذي قوم فإنهم لا يعلمون للجهلس نخدم لكي. ورسول صلى الله عليه وسلم أنا وشدي إيش قاس ربي إيش قاس باش يكسر الجهل. إذن أسماء قبيلة الرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجهل نعم هذا سنفك هذيك شو العين ممكنس يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إش قاعد سيد ربي بشبر بيغلو مينو بشرك صغ الجهل ذيك سن إذن أهدفني ذا سيد ربي نعم مكنيا أسيني أنا سيد ربي تشقعين باش أثنى ربي باش إذن تصدغ العين باش إذن تصدغ الفهمة ذي الجهل سنخب لكينا أهدفني ذا سيد ربي سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يغيب غير مكة المكرمة والجناد يكشم ولكن السخط سيدي ربي يون المشرك قرنس الموت عام ابن عدي افرد سنساس ولا ويسا يدوبر ذي الكعثان الناس محمد صلى الله عليه وسلم الناس غير جهة ينغاد يكشم الناس وين يحسبني ما نيس ذلك زي القراء الناس اسكسا فرور ويكشم غير جهة الموت عام ابن عدي والرسول صلى الله عليه وسلم وسيد ثلاثة جبل تنسي الموت عام ابن عدي أي مثل يتسدري فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمل في مسدس المشركين القرش أسخد من أنه نيهارا صديق فلاس الأحوال. ولكن ذي الطائف وثقبين لهم ذي مكة وصف كلايهنا سيقر بالخالق سبحانه وتعالى الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم الناس إمزدق لك عام غشنك وقنا قبيل الرسالة إليك ولكن يمزدغ إليك لكن تسوينا دروحهم أكيد تستقبلن أدرح بنيسك وذو قد الإسراء بالمعراج مثل الإسراء والمعراج أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أرمي بيت المقدس بعد يخدم الإعراج عرج به أرمي السيدلة المنتهى يقف جبريل عليه السلام أيضا مثل ذو الإسراء بالمعراج إرفت سيدة ربي الشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصوب ترمي بغرس أي مثل سيدة ربي سبحانه وتعالى يقول فريق إرفت الشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسوك في دنيك الملائكة يقول غير سيدة المنتهى نسال جبريل عليه السلام إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم يا جبريل إنيس الحمى الزاد أنقدم الزاد. ولكن جبريل عليه السلام إنيس يا رسول الله وما منا إلا له مقام معلوم إنيس مكين إذا وقيدا كان يوزن الغاد قدم غرزات إن قدمت أنا إن تقدمت أنا إن تقدمت أنا احترقت وإن تقدمت أنت اخترقت إنيس ملك الله إن كان غالي قدم غرزات أتحقه ولكن كشين ملك الله قدم غرزات أتعدل ويقدم النبي وشبيع صلى الله عليه وسلم غير سيدي ربي إهدر سيدي من بلاد ترجمان غسل وليم في ولالة صفة سوسي ولالة يقرد نور أنا أرى ذو النور كان وإزراء صفة سيدة ربي الدنيا يوليز ملاد إزراء صفة سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى أي مثل ذي نام إدفع الظليف
كاين عند الفرائض شوف دي القاعة، ولكن التصاريح وكان ساعة زي إفرض سيدي ربي سبحانه وتعالى بجنين والتصاريح خمسة زيلة غادي يفرض في البداية يفرض خمسين زيلة، ولكن يستنقص سيد ألمي قلت خمسة زيلة، ولكن خمسة زيلة شرجع لخمسين زيلة كان يتمثل وتزيلة يليا أم كل ما يدان العبد يتزالي أدينا لا إله إلا الله محمد رسول الله أدي دريس من النبي محمد صلى الله عليه وسلم روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قال فادي في ذو الشلني أم كل ما دي شوى داري اسمي ودي أدي دي شوى داري اسمي. إذن الأذى لا إله إلا الله محمد رسول الله دائما يتسلم يسمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دي تذكر يسمى سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان مثلا الشهادتين ما دي شهادة العبد لا إله إلا محمد رسول الله شهادة الإسلام أدي يدر اسم سيد ربي بعد أدي يدر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي مثلا ما دي محمد رسول الله أقلت برد الأنبياء الرسول مرام ما دين محمد رسول الله ثنرد عيسى رسول الله موسى رسول الله داود رسول الله نوح رسول الله شعيب رسول الله هود رسول الله صالح رسول الله إدريس رسول الله وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا نفرق بين أحد منهم سبحان الله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثم نصل في محمد صلى الله عليه وسلم ثم نصل الأنبياء الرسول مرة على خطر الأنبياء ذات مثل يوتى الرسالة يدوين مرة أكيد مثل إذن سيد ربي الفد الشمن في محمد صلى الله عليه وسلم خمسة أوقات قاسم سل لا إله إلا الله محمد رسول الله ما ديك شيء غير الإسلام يرفض الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أكيد مثل طعام الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيد سيد ربي غير طعيس من يطع الرسول فقد أطاع الله ما بعض في محمد صلى الله عليه وسلم قلت بعض سيد ربي يرفض الشاليس كغير مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا خسرت الشن في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك مغنب اللهم صل على سيدنا محمد شدنا ذاتي سيد ربي أدي صلي في لك بنادم عشر فردان الله كم ليث مثل دواجين إيش قرفع سيد ربي الذكر من في محمد صلى الله عليه وسلم كم ليث مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يرفض سيد ربي الشريس إفكيس الشفاعة العظمى يوم القيامة هذه الشفاعة دي لما ينسيت مثلا يند الأنبياء ورسل مرهوكم كل يوم في كيس ديوث الدعوة المستجابة إذعاد يند ولكن يمكن الدعوة لنو فرض إلى يوم القيامة أسفرض الشفاعة إلى ما ينو هذه الشفاعة دي لما ينسل في مرشي صلى الله عليه وسلم أمه ويحمي ريون في محمد صلى الله عليه وسلم أري الشفاعة عندك دين وقت نسفكرة يوم القيامة ودينا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الشفاعة ديك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتمثل إذن ورفعنا لك ذكرك خطرت يتمثل من كيسيتش كميل بشبه للخطر من النبي مشريع صلى الله عليه وسلم ذيوث النعمة إيسي ديارنا إيسي فإن مع العسر يسرى إيس قدس دغر النعمة يقدم قرات إيس كشمس لهنا ذي فرح أدخي قولي أدخي قوينا في محمد صلى الله عليه وسلم أين دفعتنا الأمل ذو سيرم أمد لسنسا أمد النفوس الصحابة أمد النفوس المؤمن المرة إلى يوم القيامة مثلا فإن مع العسر يسر فقد السنة ذي السنة من سيد ربي سبحانه وتعالى ألا وهي فإن مع العسر يسر كربوين يقعون في محمد صلى الله عليه وسلم ذي مكة المكرمة تشاهد سبن الصحابينس نغان الصحابينس زاتس أيات مثل ثوشلت العمار بن ياسر رضي الله عنه نغان زاتس سمية يمس العمار بن ياسر إذن ساتت الشهيدة إتنطوث ثم زوالوث إقموثن الشهيدة ذي الإسلام
إن غن المشركين القريش سمي أنا يثمن من بعد من ياسر ذبس أنا عمار إذا إما استنزل من بعد الغن ذبس عدد فلسن في مشيع صلى الله عليه وسلم إن الصبر آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر يا آل ياسر الموعد الون ذي الجنة الله أكبر شكت ربي جميعا يثمن كربوين يقعون في محمد صلى الله عليه وسلم ذي الطيق كربوين قاعد في الناس أسيقر فإنما على عسر يسر العسر دائما يتبع اليسر أي مثلا بعد الشدة دائما يتفرج سيد ربي بعد الهم بعد الغم سيد ربي أدي فرج في الناس أهو أي نجيبه يتفيث القيني ولا قرار ذي يقشع ولا قرار سفر يثبوث ولا قرار ذي شرقي يطيش أي كان يتبثن القراري ذكر قيضة يقضوا منه الكسرة لا الطيام قير ولا قرار ذي روح ولا قرار ذي فانتفاث الكامل يتمثل إذن الإنسان تقويز ذي صبر أليف مع عمل سيد ربي خطر كده قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ماذا قلت الصبر ماذا قلت تفهم دائما تقويز سيد ربي الإنسان أدي شخص سيفان يقحب سيد ربي وتسخل له شكي ديفانا والإخدارة أدي حذر الودي نسلم زورا أدي حذر الجيرانيس أدي حذر أدي للرحمة للعالمين أدي يعفت سيد ربي سبحانه وتعالى دي الفرائض 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 السنة أدي حذر من سيد رسل العباد أدي للرحمة للعالمين يقرد سيد ربي رسول سيد ربي سبحانه وتعالى فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور معناه من عزم الأمور معناه أدي فرد سيد ربي يقرأ سيد ربي غادي أدي ينصر بفيس سيد ربي غادي يشوفه بفيس ذي الطيام غارتفاث أدي دي يشوفه دي وسد يسولى في ديار غالوضاء أدي كشف لس الهم أدي كشف لس الغم أدي كشف لس الكروبات أم كل المهموم أم كل المغموم أم كل المكروب أكرب ويدي هيكل أكرب ويدي تعيش ندير عصار أكرب ويدي يتشرب الطيابة أكرب ويدي ينضرن أكرب ويدي يتصدرن أكرب ويدي يميثو غير الدنيا في الطيام أخر قوي ذكني يقحسني من سن ذي الحسن الدنيا في تعيشن وتسوي ذو في الله ربي سيد ربي قارت سمح استشيد أشيد يقار إن فإن مع العسر يسرا أكيد يقار مثلا رسول صلى الله عليه وسلم يقار لا يغلب اليسر لا يغلب العسر يسرين ويغلب عليهم العسر يسرين سبحان الله خطر من دينا فإن مع العسر العسر بالألف لا معرف ما نهيون العسر كليلا معرف ولكن العسر اليسر إن في النكرة بالتنكير إذ دينا معناه من دينا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يمكن العسر مجوال موقف العسر ويسين كيف كيف يون العسر إلا ولكن اليسر النكرة يدل في التنكير إذا اليسر مجوال يمخلف اليسر اليسر ويسين إذا يون العسر ويغل الفارع اليسر فيه مثلا صدق كيف مثلا إذا سيد ربي عزيز سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسر ودينا فإن بعد العسر يسر لا خطر بعد العسر يسر معناه اللوم إلى الزمان أري فرق من العسر أخذ اليسر فإن بعد العسر يسر معناه بعد العسر بعد العسر أني لك لنا الوقت بشد يوض اليسر مع اليسر ولكن يند فإن مع العسر يسر العسر ميكفوك ذين تقوم كان إلا اليسر إذا يدس اليسر سبحان الله إنك ما يقول لنا يكشم إلا العسر ديونهم كان أدي يكشم قبل اليسر هذا يشوفه مع الإنسان إلى قال إسباب هذه إسباب الصغر الجميل وتصفغ له في ضربه في صغر الشيطان كيف مثل هذه في عبر سيد ربي هذه إسباب هذه تشكيلة في سيد ربي يأخذ بالإسباب تقول لن يحيى سيد ربي هذا في إنصار سيد ربي أزدفك النصر أزدفك التمكين أي مثل إذا أفر أتصفرين سيد ربي سبحانه وتعالى يكرب ويني قديقا يكرب ويني لن مرة أبقى لجميع التمثال وين لها وإلى قرى أبي فلاق أدي مكتب لي سيد ربي دي قال إن مع العسر يسرا كم من الله ربي ورد سعبا ذا شاب وذو سيد ربي كد أني الدنيث ذويني لن دخيس خير الخلق مري كد نيس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أدي قال سيد ربي سبحانه وتعالى خير أما دي عبادة لكم زوال وانا مالا نديرو يونسي زمال يا سيد ربي خطر النفس نسندك فوسيس الروح نسندك فوسيس الرزق نسندك فوسيس
كل شيء يشدك في الزيت. أين يبغى أن يبغى ربي، أين يبغى سيد ربي أديره، وكذلك وين يبغى أن سنحك ما ينسل بعد أن يفني جيبرا، وين يجيبرا حاش الخير اللي نديش الشيء ما يتمثل. إذن سيدنا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، والدينار بيدك الخير والشر، لكن ند بيدك الخير حاشا الخير تخدم سيد ربي سبحانه وتعالى. إذن دشوا ما تقول هذا ندم سيدي قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. سيد ربي زميرنا وزي زميرنا هذه إنصار لعبدينس إزمار هذه حامل لعبدينس سيد ربي على كل شيء قدير. كيف مثلا إذا ذكرت وين ينطق أري عن العبد ذي تمسين دوني مرة ذي المصائب ذي الشدائد ذي الهلكات ذي الأزمات أو كرب والطيق ذي الخيق ذي الهم ذي الغم ذي الكرب كرب وين يضرون ذي العبد ذي العبد إني كنت قبل إن سيد ربي فتشكيل غف سيد ربي فارجل سيد ربي فإن مع العسر يسر بتسوي ذلك سواء أهل ترى نخزر كان يتمثل ماذا قلنا يلون جربلا عدد فلس تمسان بعد فارج سيد ربي فلس لا وقع عشان دي القلة مرة القلة مرة عاش يستطلع عمارس كم لا يتفضل شيء يا ربي أدي عاش دي القلة بعد أثير في ديار غليسة أدي سعون طيبة بعد السيك سيد ربي أدي سعون الهم بعد دي فارج فلس سيد ربي أشحال إنه كان الذي خزر لعبد ما ليس ليف أشحال وأشحال وأشحال التمثال يقول لهم يعاش ذي الطيقة سير ربي السفغتي السفغتي الدينها من الغم. إذن الإنسان الذي زر النعم من سير ربي الخالق سبحانه سبحانه وتعالى الذي خزر قوينيس ديفك سير ربي دي الخيريس دي النعم ليس وبين يكثير دي رزق ويتسرر فيني قعدان تيكين خطر المشكلة السجين العيفة وسجينهم لعصرنا وتسمع قيدنا الوين إذن دي نعم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن سرنا فين تنفوذ كيف مثلا إذن الإنسان لقد دائما مقر الوين يدي يتنعم سيد ربي أهل تخص رجوة الحاجة أخزر وشي يدي في كسيد ربي يدي نعم في لك سيد ربي وتسعي لها الشيء مثلا مقر الصحي أخزر الصحي بل وتسعي لها رجال يسعي الشيء إذن جميعا أك وين يدي تنعم سيد ربي وتسمع غيره في نقل السعيدة مقرر وين السعيدة وين يدي في سيد ربي سبحانه وتعالى ذي النعم كما يتمثل سيد ربي تفرج سبحانه وتعالى الإنسان لقد يعقل مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر أين يبغون إضون ثياب ولا قرار ذي نواش إلى قد يعقل الكلام فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ذي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إزار العد الأمل إزار العد لفكس الخيق إزار العد أسيرم القلون المؤمنين كيف مثلا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذن سكن إيج عزيز ذن سكن وكن سياق فلس وين يكديفك ذن سكن ونعجال ذي عفذيس غص طيف تكنوا لعجالهم بالعكس سيد ربي الخالق قال لك نوصل لي بذلا ان يغضب في الله الى قصد يبغض الى قصد العود الى قصد الافكيين الى قصد العود غير راس يعرف السلفكي دبري واسمع فينا ذي عيود هيك اسمع هذا غير راس دبري واسمع فينا ذي الفلاه ثابوت ولكن ثابوت سيد ربي الوقت يعجل وتسليم الله اكبر سبحان الله ذو كذا سيد الرحمن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أي مثلا بعد أن اشتركوا وزد الناس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أسخر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ معناه فرغت ما تلف الفوق ذا الشواني إكي شيء ملكني شواني إكي صار جلكني بعد يقول يد الفرح فإذا فرغت فانصب معنى النصب ذا التعب ذا الاجتهاد باش أدي وذا العبد غير مرغوب كيف مثلا ذا سيقا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت ما تلف الشواني كي يقولي نكني خذ مطريد ذا الشواني دوني الشوال يبقى معيشي ليك الشوال وينك إكي همان كامل فوقتا وغايت قفايا مع سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى
غير القرآن الكريم ذكر سيدي ربي الظالم النوافل خدم كقرر في الغرف الله سبحانه وتعالى أمر سيدي معروف أنه غرف المنكات السيح غير الغشيم هذا رمز لي الهان والسنة الوين الهان غير القرآن الكريم ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كيف مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس ما ذكر السبحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير والسيدي شرقية تجر ميغيه كيف مثل إذن أغيظ ربنا كقرب من الأرض سيدي ربنا ما ذكرنا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ ما فكب العامل في الجوث العبادة فقد الظالم وغيظ القرآن الكريم فقد القرآن الكريم وغيظ الذكر فقد الذكر وغيظ الأرض الظالم الإنسان أني شو أني العمل على عمل نظر ولكن دين وين يجري قرر يجري تقرر غسيل ربي الخالق سبحانه وتعالى وترجوت شو بيك غسيل ربي فإذا فرضت فانصب إلى ربك فرض دائما أني غفلة خف أني غسيل ربي وهي غروخ لا أقدق بين عملي أني أقدق أترجوت شو غورس أسخن بين عملي صلاة يرضو في لك أية مثل خطر إذا سكن إجمال أديفك إذا سكن إجمال ذكيرك إذا سكن إجمال ذيك استغيقك إذا سكن إجمال ذي فرج في الليل إذا سكن إجمال كديك سد الغرفة إذا سكن إجمال كديك سد الطيام غرفة إنتك تكشن تعقمين إنتك تكشن الهم ذلهم إنتك تفكر الطيابة إذا إنسانك تكشن إيفاضي كيف مثلا إذا إنسان إذا حبيب من الضعفاء المساكين تسيب رب الخالق سبحانه وتعالى كيف مثلا إذا الإنسان الذي يخدم العامليس يوذ ميس إنسان يوذ مخلاق سبحانه وتعالى الإيمان بالعمل الصالح سبحان الله خطر الإيمان بالعمل الصالح ذنشتكيني إذا عبون اللخف ذنشتكيني عبون اللخف وتزوده فإن خير الزاد التقوى والتقوى للعمل الإيمان بالعمل الصالح ذنشتكيني كربوين إلا بدون ثلاثة إجراءات ولكن الإيمان أقول العمل الصالح وأنا يخدم العبد للعمل كحميسي لرب الخالق سبحانه وتعالى الخير وإنما في وذاع ويني نسخ الأخر سبحان الله كما يتبذل والرسول صلى الله عليه وسلم ما يتمثل امتثل الأمر سيد رب الخالق سبحانه وتعالى غسكن يعفي السيد رب الدنوب اسم مران أكل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعفي السيد رب من كل شيء ولكن آلي تزلان حشم ذلك لك كرمي ضرميس أدنطق عائشة رضي الله عنها وأرضها سنة يا رسول الله أنشي منا تخدر ذلك نو سيد ربي يعفيك مرة ذنبك مرة يعفيك سيد ربي أمي ذا شو سينا إن يسي عائشة أفلا أكون عبدا شكورا إنيس وتسي غالب العبد كحمد سيد ربي يشكري يعفي سيد ربي مرة يعصمي ذي الذنوب ذي الأثم أشي وتسي غالب العبد الشكور والرسول صلى الله عليه وسلم عبد شكور يثمر أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.